صباح الخير يا نور. إيه بقى؟ إيه بقى الصبح؟ في بقى؟ إيه يا لولو؟ إيه يا حبيبي في إيه؟ ده أنا أول ما صحيت من النوم ولقيت مزاجي مش مظبوط، قلت مفيش غير فنجان القهوة من إيدين ليلى الحلوين هو اللي هيعدل دماغي. قهوة إيه وزفت إيه؟ ها؟ قهوة إيه؟ ما تحل عني بقى يا أخي، ها؟ ما زهقتش؟ حل عني بقى. في إيه؟ في إني زهقت، زهقت وتهقت ومش طايقة نفسي، وما قعدتش هكتب على نفسي تاني. أنا مش عايزاك، أنا مش طايقاك، مش عايزاك، ومش عايزة حاجة منك، ومش عايزة محلك، ومش عايزة أي حاجة. خد كل حاجة وحل عني، ابعد عني، أنت السبب في كل القرف اللي شفته في حياتي. أنت ناسي إن في بينا طفل؟ يا أخي اتحرق! أنا مش عايزة، إذا كان ده اللي بيني وبينك أنا هنزله. نزليه؟ طب اعمليها كده و وشوف أنا هعمل إيه. أنا هسامحك بس عشان أنت حامل، والحامل بتبقى عصبية، بس مش عليا. يا أخي غور! غور! وقتك العقل! بصي أنا مش فاهمة حاجة من اللي أنت بتقوليه. كل اللي فهمته إن الموضوع ده محتاج ملايين. أنا عندي حد ممكن يشتري، بس لو تأكد إن الحكاية دي صح 100% ممكن يشتري دلوقتي. بجد؟ بس أهم حاجة إنه يكون ضامن الربح، وإنه 100% زي ما أنت قلتي، صح؟ طب أفهمك إزاي بس؟ ما أنت قلتي لي إنك مش فاهمة حاجة من اللي أنا بقولها. اسألي حد بتثقي فيه. ماشي، أنا ممكن أكلم أمير، ولو قال لي إن الحكاية دي مضمونة 100% أنا هخلص فيها، ومش بكرة، دلوقتي. دلوقتي؟ دلوقتي حبيبتي. لا لا لا، مش مصدقة خالص، أنا مش مصدقة والله العظيم، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. ربنا يخليكي ليا يا رب يا رب. أنا بعذبك. ماشي، أنا موافقة. عاملني بطريقة تانية حتى لو كانت غلط. وأنت عايزة إيه؟ أنا محتاجة لك. عندك حق. أنا لو مكانك هعمل كده وأعمل أكتر من كده كمان. بس خلاص. اللي حصل حصل. انا كان عندي اسباب كتيره قوي تخليني اعمل كده. كان في كلام كتير قوي انا وانت كان لازم نقوله ما اتقالش. سلامه. انا هاله. انا عايزه ابقى جنبك. عايزه تبقي جنبي ده عشان بقيت غني ومعايا فلوس، صح؟ لا مش صح. أنا كنت متجوزة راجل غني وكان عنده فلوس. أنا كنت فاكرة إن الفلوس هي الأمان، وعمال أدور عليها وعمال أجري. أنا اتبهدلت، اتبهدلت قوي. أنا نفسي في حاجة واحدة بس، نفسي أعيش مطمنة. متأكدة إني هبقى مطمنة وأنا معاك. سلامة، اوعى تفتكر ان شغلي عند مديحة دي حاجة سهلة عليا. انا مغصوب عليا، غصب عني، فاهم؟ اوعى تكوني فاكرة ان انا ممكن افكر لحظة ان اتجوزك. هتعيش
تعيشي معايا من غير جواز. تعرف يا ده يا بكرة؟ انت عيل جدع وراجل، انت اصيل يا ده يا بكرة. اصيل كده في حاجة اقلق انا يا باشا؟ لا ولا تقلق ولا حاجة، بس انا مش مبسوط شوية والله العظيم. ولا انا. ايه رأيك في اللي بيعمله سلام؟ عايز يعيش في الكون كأنه لوحده ومفيش حد معاه، والكون كله يلف في فولكه لوحده بدون اي بني ادم يشاركه في اي حاجة. انت عايز رأي يا باشا؟ طبعا عايز رأي. اللي زي سلامة ده محدث نعمة، شوف كان فين وبقى فين. سبحان العاطي الرزاق يا رب. سلامة ده آخره يقف على النواصي يبيع برشام، ملوش في الشغل الكبير بتاعنا ده. مش عارف الباشا الكبير بس علق ليه، في حاجة غلط كده أنا مش فاهمها. يعني انت رأيك ان كفاية عليه كده؟ يا باشا ده كفاية عليه من زمان قوي، بس أنا مش عايز أتكلم. اتكلم انا. يوه. ايه ما بتردش عليك؟ منى انا مش نايل خالص. اسمع يا مراد، الست لما تحب راجل وتجري وراه وبعدين ترميها الرميه دي تبقى شافت لها راجل تاني. على فكره مش محتاجه ذكاء، ليلى دي اصلها بنت واطيه، كل اللي يهمها ان تلم لها على قرشين وبس. اقطع دراعي يا مراد ان ما كانت شافت لها شوفه تانيه، وبكره تقول منى قالت. اتفضلي يا مريم. ايه ده؟ افتحيها شوية بنفسك. كل سنة وانت طيب. انت طيب؟ ايه ده كمان طيب؟ كل سنة وانت طيبة مرة تانية. دي أقل حاجة ممكن أقدمها لك في عينيها. أنا زي اللي واقفة على مركب في نص المية ما بعرفش أعوم، ولازم أوصل للشط. أنا عارفة إن أنت أجمل شط ممكن أرسى عليه يا أمير، بس يا ترى هعرف أرسى ولا هغرق في بحر الناس اللي حواليني؟ أصابك عشق أم رميت بأسهمي؟ فما هذه إلا سجية مغرمي؟ ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي.
متضايقه. انا مش متضايقه بقدر ما انا قلقانه رد فعلك الكلام اللي انا هقوله لك. قولي اللي انت عايزاه، انا عندي استعداد اسمع منك اي حاجه. انا مش هقدر اكمل معاك، مش هقدر اقول لك ايه السبب، مش عايزاك تسالني. انا بس فكرت كويس قبل في الكلام اللي انا هقوله لك. انا مش بكرهك ولا بتحبيني يا سلمى، ولا بتحبيني. انا عارف وفاهم اللي بينا ده ما كانش حب. وفي الحقيقه انا ما اقدرش اعيش مع شخص حاسس ان في حاجز بيني وبينه. حاجز ازاي؟ حاجز مش عارفه اوصفه، حاجه جوه القلب، حاجه بتمناها بحس بيها ما اقدرش احكي عنها واقول لك هو ايه اللي انا عايزاه بالظبط. بس اللي انا متاكده منه ان الاحساس ده اللي انا بتمناه اول ما هقابل الشخص اللي انا عايزاه هبقى متاكده اني لو قضيت معاه عمري كله عمري ما هتضايق وهحزن ابدا. انا مبسوط يا سلمى، مبسوط لصراحتي، هكون مبسوط اكتر لو بقينا اصحاب. قتلت أمي وأبوي عايش حياته كلها محتاج، وهو صاحب شركات وقصور، وأنا حرمت نفسي من كل حاجة حلوة بسببك. يا ترى الموت هيطفي ناري ولا هيبقى رحمة ليك؟ أنا مش عايزك ترتاح، أنا عايزك تتعذب، تتعذب قوي. انت عارف قد ايه انا كنت محتاجه لك، وقد ايه انا محتاجه لحد جنبي من دمي، محتاجه عيله، محتاجه سند. يمكن لو كنت ولد ما كانش همني. عارفه قد ايه احساس بنت عايشه لوحدها بعد ما ابوها وامها ماتوا، وعمها قدام عينيها وابن عمها كل يوم ومش قادره تقول لهم؟ قد ايه صعب، صعب ابقى يتيمه ومقطوعه من شجره ومليش اهل، واهلي اكبر عيله في البلد. قد ايه صعب وقد ايه الظلم اللي انا اتظلمته. عليا انت هنا من امتى؟ انت بتعيطي يا عليا؟ انا اسفه. اسفه على ايه؟ انا كنت جاي وقلقان عليه، دلوقتي مش قلقان عليه خالص. عليا أنا متشكر جدا، متعرفيش وجودك ووقفتك جنبي خليتني أحس بإيه. عارفة لما روحت وقعدت مع نفسي كده تمنيت يبقى عندي إخوات ولاد عم ولاد خال وعيلة كده تبقى حواليا، تمنيت يبقى عندي أهل أقعد معاهم وأخد ودي وأقول لهم على اللي قلقني ومخوفني. إيه اللي مخوفك بس؟ الوحدة. لو بابا حصل له حاجة لا قدر الله هبقى الواحد في الدنيا. مهما كانت الفلوس اللي عندي مش هتعوضني الناس اللي حواليا. زي ما انت شايفة
كل اللي حواليا عارفيني عشان الفلوس، لا اما موظفين عندي لا اما ناس محتاجه مني حاجه. انا مش محظوظ يا عليا زي ما الناس شايفاني. على فكره بقى انا بحسدك على ابن عمك اللي اسمه حسن رغم كل عيوبه. ما تقلقش ان شاء الله هيبقى كويس يا رب. عامر مستنيكي تحت. بجهز ونزلاله. بيقولوا ان انتوا اتفقتوا على الجواز. صحيح. مش كنتي تقوليلي وتفرحيني كده يا عروسه؟ انا اصلي يا اختي كل ما يجرالي خير والناس تبصلي فيه يقف، قلت يعني هسيبها كده لله. طب بقولك ايه؟ عايزين نتفق على حاجه مهمه قوي عشان نبقى على نور. اتفضلي. العز اللي هتبقي فيه مع البيه اللي هتتجوزيه، اللي عرفتيه عن طريقي انا، واللي ما كنتيش تحلمي اصلا انك تشوفيه ولا تقعدي معاه، لازم يبقى بيني وبينك. مش فاهمه تقصدي ايه؟ افهمك يا حبيبتي. شعرك بقى حلو، لبسك بقى حلو، ريحتك بقت حلوه، البارفان اللي بتستعمليها دي محدش يفهمها ولا يعرف يجيبها. الظاهر بقى كده ان انتي ما فهمتيش الكلام اللي انا قلته لك المره اللي فاتت. لا 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 لا، ده انا فهمته كويس قوي وحسبته وعارفه انتي بتفكري ازاي. بس خلي بالك انا ممكن ارجعك زي ما كنتي. الطريقه اللي اتكلمتي بيها المره اللي فاتت ما عجبتنيش، بس فوتها لك بمزاجي، قلت غلبانه وحاسه بنفسها. بس خلي بالك أنا ومن بعدي الطوفان. طب اسمعي بقى يا أختي، أنا الطوفان نفسه واللي يعدي من تحت رجلي أدهسه وما أحسش بيه، فهمتي؟ يلا انزلي قولي له إن أنا دلوقتي هلبس ونازله. واعملي حسابك إن أنا مش راجعة البيت ده تاني. ها؟ لأن من ايه؟ قولي لي عشان ابقى معاكي على الخط. من اول ما ابوه تعب وهي لازقاله ومش سايباه، انا كده بقلق يا ايهاب. ايوه ايه اللي قلقك يعني؟ مش فاهم. دي ما تتضمنش يا ستي. هو احنا هنسيبها؟ بقول لك ايه؟ ركزي معايا في اللي هقوله لك ده. الشيك ده لازم يتمد النهارده او بكره بالكتير قوي، وهو ملبوخ في الموضوع يا ابوه، علشان عقبال ما يفوق وياخد باله نكون احنا خلاص خلعنا. طيب انا هقول له وكمان هحدد لك ميعاد معايا، بس انت عليك الباقي. ما تشيليش هم. وانا بقى هصرف الشيك بقى من هنا وهطلع على اقرب مكتب سفريات ونحجز انا وانتي تذكرتين ونخلع من هنا. ايهاب احنا في الشركه عيب كده. احنا بيهمنا. ماشي يا موزه، هشوفك بالليل. ها؟ أكتر حاجة بكرهها في اللي بيشتغلوا مع بعض إنهم يشتغلوا بعض. والله والله أنا ما كان قصدي أسمع أي حاجة. وأنا كنت واخد بالي إن إيهاب باشا هنا. أنا كنت جاي أطمن على البنت الغلبانة اللي عرفت إنكم عايز تضحكوا عليها بالصدفة والله. قلت لي بقى إيهاب كنت عايز تسافر فين؟ إحنا مش اتفقنا إن إحنا ولاد كار واحد ولاد الكار الواحد؟ ما ينفعش يلعبوا مع بعض كده. انت مش ملاحظ ان انت واخد في نفسك قلم؟ انت ايه يا اخي؟ انت ولا كانك ماسك علينا زله. ما هو ده حقيقي، انا ماسك عليكوا زله. يا سلام، على اساس ان انت والبنت بتاعتك مش مزورين؟ انت مش واخد بالك؟ سياح في ايه؟ وطي صوتك. انا لا سمح الله مزور؟ والله ما ليا في الكلام ده خالص. انا حتى بس وانا معدي وسمعتكم بتعملوا النصبايه دي قلت يعني ابلغ صديق عمري وصاحبي وسيم بيه. وسيم بيه بقى صديق عمرك وصاحبك؟ امال ايه؟ اما كان بقى على عليا فهي اللي مزوره وانا ما اعرفش اي حاجه، انا ماليش في الكلام ده، ماليش فيه. طب قول لي عايز ايه من الاخر؟ عايز اقول لكم ان انا قافشكم وعارف كل حاجه من الاول. موضوع الكازينو بقى والقلم والغيره والجو الهابط ده ما كانش معايا، وقال يعني البت وقعت في دباديري بقى وجايه لي البيت ده انت تبيع ابوك. اخلص
عايز ايه؟ لا ما تكلمنيش كده عشان انا بتضايق ونفسيتي بتفرول. عايز 50%. انت عبيط يالا؟ اه عبيط والله العظيم عبيط. تحب اوريك العبط اللي على اصوله؟ ها؟ ها؟ عبيط. طب تصدق بالله؟ لا لا يا الله. انا الفلوس اللي صرفتها على التكاتك والتاكسيات اللي كنت بلف بيها وراكم كلفتني قد كده. تكاتك؟ اه. طب ما تيجي بره الشركه ونتكلم علشان نتفق مع بعض براحتنا كده. تعزمني على الغدا. ماشي. كباب. كباب. بلاش كباب. خليها سمك وجمبري. عشان عندي النهارده طالعه على الطريق لازم اكون فوسفوري عواكس يعني. يلا بينا. يلا بينا. سيب الشربة عنك. اتفضل يا استاذ رافت، قول كل اللي انت عايزه، انت تأمرني وانا على التنفيذ. صدقوني يا جماعة أنا مش عارف أقول إيه. قولي اللي أنت عايزه، وإحنا عندنا أعز من ماريا، كل اللي يخطر على بالك تطلبه وإحنا هننفذه. أنا مش عايز حاجة فعلاً، بس أنا شايف بقى يعني إن ممكن أمير وماريا ينزلوا مع بعض ويختاروا كل اللي هم عايزينه، وأنا مش هبخل على بنتي بأي حاجة. تبخل على مين يا أستاذ رافع؟ تكونش فاكر إن ماريا دي بنتك أنت؟ لا، ماريا دي بنت أنا، ابنك امير. يعني باختصار كده انا جاي النهارده عشان نعمل تبديل. بص يا سيدي، سيب لي انت بس ماريا وشوف انا هعمل لها ايه. انا هعمل لها فرح ما حصلش في الحته اللي تعجبها، وبالنسبه للشبكه بقى تروح لاي ساير وتشاور على الشبكه اللي هي عايزاها، ولو ما عندهاش ساير خاص بيها تنزل مع خالتها فاتحه للساير بتاعها تشاور على الشبكه، واحنا نقول امين. آمين. اهلا بست العرايس. يا اهلا وسهلا، اتفضلي. معلش حاجه بسيطه كده لحد ما ماريا تلاقي الشبكه بنفسها. ميرسي لذوقك يا على المودة والرحمة والسكن والسكينة في بيتهما يا رب العالمين. آمين. الله يبارك فيك. عروسة والحاجة مش هتسمعنا مبروكة إن شاء الله. ألف مبروك يا سراب. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا تميمة. جميلك ده في رقبتي اليوم الدين. تشكريني على ايه بس؟ ده انتي اختي. الحقيقه عمير بيه راجل محترم، اول ما اديته الميل بالتفاصيل
الفلوس اتحولت على طول على البنك وانا لسه جايه من هناك. الحمد لله، الحمد والشكر ليك يا رب يا رب. دي جليلة. ايوه يا جليلة، ازيك عاملة ايه؟ اه عارفة. طيب خلاص انا هخلص شغل ان شاء الله واجيلك على طول. يلا باي باي، مع السلامة. جليلة نزلت تشتري فستان الفرح. الف مبروك، والله العظيم فرحت قوي لما عرفت انكم راجعين تاني. طب ما تيجوا نروح لها كلنا مع بعض وننقي معاها فستان. يلا طبعا. يا ريت. يلا كويس قوي. علي انا حاسس ان في حاجة جواكي بتحركك وخايف تكون الحاجة دي شر، زي لما كنت أنا أعمى كان جوايا طاقة شر، بعدين دخلت حياتي عالية اللي عملت خير وخلتني أفتح. أنا عايزك ترجعي عالية دي، عالية اللي كانت تعمل الخير من غير مقابل. عارفة زي إيه؟ زي إيه؟ زي النحل. قد ايه بيتعب النحل وهو بيعمل عسل، وفي الاخر بيجي الانسان بياخده وياكله ويتعالج بيه. عمره ما قال النحل انا مش هعمل عسل، وعمره ما قال انه تعبي بيروح هدر. صح صح. انت هتفضل باصص لي كده كتير ولا ايه؟ ما زهقت. ارقص لك؟ لا زهقت من الرقص كمان. هو انت ما بتعرفيش من نفسك؟ ايه الكلام؟ ما بتعرفيش من نفسك؟ ايه سلام. الخمرة هتطلع عليا ولا ايه؟ وماله؟ هي الخمرة وحشة؟ دي حاجة حلوة. بص الكلام بقى في المواضيع دي، ده بيقدم ولا بيأخر ما منوش فايدة يعني. هو الكلام بفلوس؟ وحتى لو كان بفلوس اشتري أمه. ماشي يا عم الغني. أمال أنت مفكرة إيه؟ غني طبعا. والله. هو انت بقيتي بتشربي ولا ايه يا بت؟ لا مرة. بس بحاول. سمعت من الناس اللي بتشرب ان الخمرة دي بتخلي الواحد يفك ما يفكرش. وانت مش عايزة تفكري في ايه يا لولو؟ مش عايزة افكر في الحقيقة. علشان البني آدم لما بيشوف نفسه على حقيقته بيتعب قوي. بس الحقيقة دي بايخة، بايخة قوي قوي. أنا عملت كل حاجة غلط. لما اتجوزت عبد العزيز كنت غلط، ولما سبتك كنت غلط. بس أنا ما كانش في حاجة في إيدي أعملها. فقر، فقر ده سخيف وحش، الحجة كمان أوحش. مع إن ربنا كان مديني أب كان طيب قوي، حبيبي كان غلبان، كان بيحاول يعمل لي كل حاجة، كان عايز يحافظ عليا. أنا اللي طلعت على كل لون يا باتريستا بقينا اخر انستا، وماشيين الدنيا بظهرها وبالواسطة، سحرتنا كل كلامنا وبقينا عويل لساننا، واخد بالك يا صاحبي هاري وهاري
مش معدول وندل وما تعرفش اصول ناجح باذن الله ومقبول وصاحب مقام في الدنيا دي خدنا الشمال سكه ومبدا وبقى الضلال بيتسدى ومن اعوق رحنا القاع كده وشي وبكل بجاحه بقينا على الوان الطيف متلونين والموضوع كيف من اللي في الدنيا دي والاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.